I think this doesn't matter. Okay, excellent. What got you into body? Take your paper. Do you know that? Okay. Let's put it there. Everyone else. If you can't answer this. No. Okay. Then that's okay. We'll give you another one. Who's your hot hero in bodybuilding? Who do you admire the most? Well, I don't admire anyone. No. Well, thank you so much. Thank you. السلام عليكم الشباب الجميل وكل سنة طيبين، معكم ميدكس. ما تنساش في البداية تقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، وما تنساش دعواتك لأخواتنا، ربنا ورب ينصرنا وينصرهم نصر عزيز مقتدر بحق واحد أحد اللهم أمين. فما تنساش تقول أمين. بسم الله، الله بينا نبدأ على حلقة النهاردة. البطل الله يرحمه والفقيد ناصر السنباطي، البطل اللي فعلا 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 كان عمالقة، أو من ضمن بقى خلينا نقول عمالقة مستر أولمبيا. مش بس مستر أولمبيا، لا ده كمان في أي بطولة حرفيا يدخلها لازم يعلم على اللعيبة. تخيل البطل ده والوحش ده والعملاق ده والمدرب ده، وعاوز تقول زي ما انت عاوز قول اللي هو كان ما فيش لاعب الا لما يمدح فيه، واللي هو طيب جدا، ولكن دايما كان يظهر لنا في اللقاءات اي لقاء تقريبا تشوفه اللي هو تحس كده اللي هو مش طايق نفسه، حتى لو بيتكلم لحاله علشان الدايت تقريبا، علشان خسارته من مستر اولمبيا. لان دايما لما باجي اتكلم على نصر السنباطي الله يرحمه، او اي حد يتكلم حتى في الغرب، تلاقي كده مرتبط بيه حاجه خسارته 97 من البطل دوريان ييتس، او ظلمه من البطل دوريان ييتس في سنه 97. هل ممكن ده يكون اثر على النفسيه بتاعته؟ انا بالنسبه لي شايف لان فعلا ده اللاعب العربي والغربي الوحيد، او من اكثر اللعيبه على مستوى العالم، في اي لقاء تحس كده اللي هو فعلا فعلا مش طايق نفسه قدام الكاميرا، زائد اللي هو بيكون متعصب. ولكن برضو عاوز اقول لك خلينا متفقين، اي حد بياخد منشطات عارف الكلام كتير كتير اللي انا بتكلم فيه، الا وهو العصبيه الزايده وتغير النفسيه بشكل مجنون حرفيا. ليه بقول لك الكلام ده؟ لاني انا من ضمن الناس اللي خدت منشطات كذا مره. دلوقتي مفيش عضلات، ولكن هي دي كده، هي دي منشطات هتسيبها هتسيبك، ونفس الكلام لعب كمال اجسام هتسيبها هتسيبك ومش هيكون في اي عضلات. بس خليني برضو في النقطه اللي مش عاوزين نخرج منها، اللي فعلا المنشطات بتخرج الواحد عن شعوره حرفيا. اللي بياخدوا منشطات يكتبوا لي تحت في الكومنتات بيحصل لك ايه لما بتاخد منشطات، وخصوصا لما بتقرب اي بطوله او قبل اي بطوله، وبالذات مع الدايت القاسي، وبالذات مع مدرات البول، وبالذات في حاله الجفاف شويه كده على المسرح، او الكونديشن لما يكون ايه شادد حلو حبتين. عاوز اقول لك يا جدعان، بتوصل فعلا الراجل او الشخص اللي بيتعاطى منشطات لمرحله صعبه جدا جدا. ما تنساش تكتب لنا رايك تحت في الكومنتات، ليه اسباب نصر السنباطي الله يرحمه الوحيد؟ ما هو كان في لقاءات كتيره اللعيبه بيظهروا ولكن هادين، الا نصر السنباطي حتى لما زي ما بقول لك كده كان بيتكلم لحاله. الراجل كان فيه فعلا فعلا ضغوطات نفسيه، انا بالنسبه لي بسبب الظلم، والظلم على فكره وحش قوي، الظلم فعلا ظلمات، فما تظلمش حد. ما تنساش تحط لنا رايك تحت في الكومنتات، ما تنساش دعواتكم لاخواتنا، ربنا يا رب ينصرنا وينصرهم نصر عزيز ومقتدر بحق واحد احد اللهم امين يا رب العالمين. والله الله ربي لا اشرك به شيئا. سلام عليكم شباب.